مقابل السوق مول بالضبط، وكل الشارع هو شارع أقمشة وساري وهذه الأمور الحريم يعرفونها أكثر. والحين خلاص عاد قريب من بوابة السوق وشوف كيف هنا كان ما يبين كثير، لكن كل هذيك المحلات اللي على ذاك السطر كلها للساري والأقمشة. إن شاء الله هذا السوق مول، الحين بندخله وشوفوا ايش المميز بسوق مول. هو اشبه بالسنتر بوينت اللي موجود هذيك عندنا في الخليج وكذا، ولكن هذا مول كامل بحيث انه 10 طوابق كامله. في طابق مثلا ملابس الرجاليه، ملابس النسائيه، وفي طابقين طبعا للفود كورت، وفي للمواعين ولا الاشياء الثانيه يعني. المهم 10 طوابق مختلفه لكل شيء. هذا الطابق هو للاكسسوارات يعني الشنط وهذه الحركات مال الحريم، يمكن الذهب والسوالف. وهنا نفس الشيء في العروض، شوف العروض بعضهن يعني حلوة وبعضهن بعضهن رخيصة وايد ما تنفع، تشوف اللي يناسبك وتشد. هذا طابق اتوقع الاشياء النسائية، اشوف من الشنط وغيره. طبعا على الحدود بلقى دائما انه في تخفيضات، وداخل شوية يكون الاشياء الثانية الاغلى. لكن هنا موضوع ماركات وهذه السوالف كلها موجودة. هذا بيوتي اركيد وليش مينز كولكشن فوق، يعني بنروح على الحين طابق الرجال. وصلنا الى طابق الملابس الرجالية. هي طبعا اشياء مختلفة وكذا، شيء من الرخيص وشيء من الغالي وشيء من الماركات. الماركات هناك تلقى على الجوانب. هذا على قول مدى الفاشن ارينا، المفروض هذا عاد اللي مال الفاشن بس بعد. Children World هذا عاد للأطفال، هذا عاد المكان الأساسي اللي أنا جايب له أساسي. في من كل شيء. جينا عاد على أغراض وإكسسوارات المنزل. هذا هو الفود كورت، أول كان مجرد شعبي وكذا، الحين أضافوا عليه بعض الماركات العالمية مثل هذا المنهاتن فيش ماركت. أنا شفتوه من تخفيضات، تجيو على هذا الطابق الأخير اللي فوق، قبل الأخير فوق يعني، وتجيو هذا الكاستمر سيرفيس، تطلبوا هنا في هذا الكاونتر رقم 4 اللي هو تورست تاكس ريفند. في هذه الحالة أنت بس تاخذ رقم وتنتظر دورك. لما بيجي عاد حالة رقمك بتعطيهم شيء يدل على هويتك أنك أنت غير ماليزي، مثلا الجواز أو البطاقة الشخصية. ومن هنا عادك انك انت تروح وتطلب هذا، وبيعطوك كارد صالحه لمده اسبوع كامل 5% تخفيضات زياده على التخفيضات اللي موجوده هنا. طبعا هذا لا يشمل الاكل او الذهب او العطور، هذه السوالف الباقي كله يشملها. انتم شفتوا كيف التخفيضات وعليها بعد 5% زياده. بتسوي كارد مثل هذا وبعدها بيعطيكم انك تكملوه، تكملوا الكارد وتعطوه، وبعدين في النهايه بتعطيكم كارد صالح لمده اسبوع كامل. هذه هي حاليا جالسه تشتغل ان شاء الله خير. هذا هي الكرت، الكرت هذا صالح لمده اسبوع كامل. طبعا لا تروح تشتري بعدين تجي تدور الكرت، لا انت اول ما تجي جيب شل الكرت، بعدين لما تجي تدفع بين لهم الكرت هذا وتعطيهم اياه، هم بيشخطوه هناك وبيعطوك التخفيض اللي هو 5% علاوه على التخفيض اللي موجود في المركز على اي سلعه مثل ما قلت، ما عدا الاكل والذهب والعطور اللي هنا في الطابق الاول. الشنط طبعا محمولات يعني مشمولات في التخفيض رغم انها في الطابق الاول، ولكن الذهب والعطور وهذه السوالف هي ما مشموله. يلا حياكم. بالمناسبه في شيء كنت نسيت اخبركم عنه في الكاستمر، عند الطابق اللي فيه الكاستمر سيرفيسز في اشياء ثانيه هنا، مثلا يعني اشياء مال الحريم، اشياء الماني كير بدي كير ما اعرف ايش الاشياء. لكن المهم هذه ساحه للاطفال، ملعب يلعبوا فيه وكذا لين الاباء يغيروا ويخلصوا وش اسمه هذا مالهم تسوقهم، يكون الاطفال هنا. هذا هو اللعب كامل. الطابق الاخير فوق ما في غير جيم، هذا كله للطابق جيم. هاي المعلومه الاخيره عن سوغو مول، اقرب محطه له هي محطه بندرايا بالقطار البرتقالي.
شوف كيف هذا مباشرة، هذا مدخل المحطة وهذا مدخل المول الخلفي خلف المول بالضبط. انا حاليا في الميجا مول مثل ما تشوفوا، يعني هو ميجا مول يعتبر من اكبر، كان يعتبر من اكبر المولات اللي موجودة ولا زال يعني كبير وكذا، وهو يعني ضخم لدرجة وشامل، يعني مول شامل، تريد الاشياء الغالية تريد الاشياء الرخيصة اللي تبغاه كله موجود، وبعدين يعني من كل النواحي. وهو الحلو في المول نفسه ان نفس الشيء هو مرتبط بمول ثاني اسمه The Gardens، والحلو بعد نفس الشيء ان فوق المول هذا الميجا مول فوق مباشرة شيء فندق اسمه البوليفارد، معروف انه 4 ستارز يعني فندق راقي، وفوق الجاردنز اللي هو كونكتنج معاه يعني فوق المول اللي جنبه هناك موجود ذا جاردنز يعني هوتيل اللي هو 5 ستار. ولكن الدروباك في المسألة، يعني المشكلة الوحيدة اللي حاليا هي تعتبر مشكلة في للميجا مول، اللي هي بصراحة انها ما في المدينة، يعني مثل ما شفتوا انا رحت القطار الثاني الازرق اللي هو ما غير خاص للمدينة داخلها، خاص للكونكتد مع خارج المدينة، ويعتبر بعيد حتى بالتاكسي يعني تحتاج يمكن ربع ساعة وكذا اللي ما يحب الاقطارات، اللي ما ممكن يعني يتعامل مع الاقطارات. لكن هو مول فخم كبير شامل، يعني انا دائما اكلمهم العوائل وكذا خذوا لكم على الاقل يوم كامل في هذا المول، والتخفيضات والاشياء اللي فيه ما يحتاج عاد نتكلم اكثر فيه. ميجا مول طبعا ما مثل سوغو وغيره، ميجا مول كبير كبير ضخم، يعني شوف يشابه كثير مولات الامارات. شوف هذه واحدة من الدوائر اللي في النص، ما هي الوحيدة، يمكن في أربعة أو خمسة كذا، حتى هناك آخرة ما يبين مثل ما تشوفوا، كبير جدا، وفيه أشياء وترفيه ثاني ما مثل الترفيه اللي هناك، في من البولينج وفي من السينما، حتى السينما فيها سينما في آي بي، فيها مكان ملاهي وكذا، حتى وش اسمه ذا الحضانة، فيها حضانة متكاملة، ما بس يعني ألعاب للأطفال لا، في حضانة يعني حتى الرضع يمسكوهم عنك علين الآباء يخلصوا التسوق. فهذا بشكل عام عن ميجا مول.